السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. احنا بنستكمل ان شاء الله في المحاضرة 2 في Advanced Accounting، ووصلنا زي ما انتم شايفين عند حاجة اسمها Control او How to Achieve Control، لكن اليوم هنكمل في نفس الشابتر او شابتر 1 تحت عنوان اسمه Organizational Structure and Financial Reporting. طبعا Organizational Structure هنا المقصود فيه مش Organizational Structure الخاص بالشركة، ولكن في علاقتها مع السبسيدريز تاعها او بسموهم الالايز كومباني. فيما يتعلق في ايش ستراكشر؟ فيما يتعلق بالفاينانشال ريبورتنج، يعني مين بيعمل تقارير، وهل التقارير هذه وقتيش ممكن عمل حاجه اسمها كونسوليديتد ستيتمنتس او كومبايند ستيتمنتس، وقتيش بيكون نعمل سيبريت او بسموها ان كونسوليديتد ستيتمنتس. طبعا نتكلم على حاجه اسمها ميرجر او الاندماج. طبعا a business combination in which the acquired، طبعا هو يفسر الميرجر هو تفسير للorganizational structure. فبقول a business combination بعرف الميرجر اندماج، هو عبارة عن اندماج شركة in which the acquired business assets and liabilities are combined، يعني الأصول والالتزامات تحت الشركة هذه are combined with those of acquiring company، يعني الشركة المستحوذ عليها أصولها والتزاماتها تضاف أو تجمع مع اللي هو أصول والتزامات الشركة المستحوذة. طبعا resulting in no additional organizational components، ساعتها ما في إن يعني أي مكون تنظيمي آخر، قصد مكون تنظيمي يعني مؤسسة أخرى، وبالتالي القوائم صارت قوائم إشمالها قوائم موحدة. طبعا two companies are merged into a single entity، يعني عادة في الاندماج بيكون في ان الشركتين بيندمجوا في شركة واحدة، هذا المقصود كان بالاندماج. لكن لما نتكلم على controlling and ownership اللي هو نتكلم على ملكية سيطرة، مش ملكية بالاندماج ولكن ملكية سيطرة او تحكم. بيقول هنا a business combination in which the acquired company remains، بتضل الشركة المستحوذ عليها remains as a separate legal entity with a majority of its common stock owned by the purchasing company. Purchasing اللي هو قصده acquiring company، الشركة المشتريات بيكون فيها majority of its common stock، أو زي ما قلنا قبل هيك majority of its voting common stocks owned by purchasing company، قلنا عنها holding company أو acquiring company. leading هذا النوع من العلاقة بيقود، خذوا بالكم في حالة الكنترولينج اونرشيب ما بتدبش شخصيه احد الشركتين، ولكن بضل الشركتين. عشان كده قال هنا ريمينز از سيبريت ليجل انتيتي، هو بيتكلم على كويرد المستحوذ عليها، يعني الشركه اللي احنا شاريينها بتضل لها شخصيه مستقله الى حد ما طبعا، لكن يبقى السيطره والهيمنه للشركه المستحوذه. وهذا بيقودنا لعلاقه ليدنج تو بارتنرشيب subsidiary relationship، هذا بيقودنا إلى علاقة شركة قابضة مع شركة تابعة، أو شركة أم مع شركة تابعة. طبعا accounting standards normally require consolidated financial statements، في هذا النوع بشكل عام الـ controlling ownership، طالما في controlling يبقى المعايير المحاسبية بتقول لازم نعمل consolidated financial statements، يعني نعمل قوائم مالية موحدة. وزي ما قلنا القوائم المالية موحدة في لها إجراءات طبعا غير عن الميرجر. الميرجر اجمع افقيا هذه الاسيتس واللايبيليتيز، وصرنا ايش راحت احد الشركتين وظلت الشركه المستحوذه هي المستمره. بس في نوع ثاني من الملكيه، يبقى في ميرجر وفي كنترولينج، وفي عندنا حاجه اسمها نون كنترولينج اونرشيب. نون كنترولينج اونرشيب زي ما حكينا عليها في المحاضره الاولى، انه ذا بيرشيس اوف ليس ذان ماجوريتي انترست، يعني شراء ملكيه مش ملكية أغلبية، شراء ملكية مش ملكية أغلبية، ومعنى مش ملكية أغلبية يعني ملكية أقل من 50%، إن شاء الله 49%. In another corporation does not usually results in a business combination، يعني مش بالضرورة يترتب عليها هذا يعني 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 اندماج أعمال أو التحكم أو وضع للتحكم، يعني شركة تتحكم، يعني إذا أنا ما إلي ملكية بتزيد عن 50% أنا ما بقدر أتحكم في هذه الشركة. طبعا هنا بتكلم التحكم من وجهة نظر الأونرشيب، لكن زي ما قلنا في عنا حاجة اسمها informal يعني control.
فكأنه هنا إذا في ملكية، طبعا هذه الملكية اللي أقل من 50% هذه قد تكون مساهمين مختلفين، لكن في شركة واحدة تملك 51% فبيكون في لها الهيمنة والسيطرة على الشركة التابعة. طبعا other beneficial طبعا interest، في طبعا ملكيات يعني بتكون موجودة beneficial يعني ذات عائد. One company may have a beneficial interest in another entity even without a direct ownership interest. أظن هذه حكينا عليها، إنه إحنا ممكن أنا أمتلك أو قصدي أسيطر على شركة بالرغم ما يكونش في عندي ملكية كاملة. The beneficial interest may be defined by the agreement establishing the entities or by an operating or financial agreements. وقلنا السيطرة قد يكون سببها أحد حاجتين، إما formal من خلال يعني contractual agreements، أو من خلال إنه أنا في عندي informal زي ما قلنا اللي هي من خلال إنه أنا بسيطر على ال operating وال financing agreement. يعني أنا بحط شروط على الشركة، ممنوع تقرضي، ممنوع تاخدي، ممنوع توسع أرباح، ممنوع تاخدي خروج من جهات بخلافي. فكأنه فعليا أنا بتدخل وبتحكم في إيش؟ بتدخل وبتحكم في الشركة التابعة بالرغم مش موجود عند الملكية. فكأنه هذا العنوان هو other beneficial interest، حاجة يعني ملكية ذات فائدة بخلاف الملكية اللي هي زي ما قلنا لها علاقة بال ownership interest. حلو جدا. طبعا هذا عبارة عن كويز. طبعا هنا بيقول a common way to obtain corporate control is الكمون الشائع انه by purchasing more than mean 50% of an entity. اذا بدكم تحطوا كلمة voting common stock. تعال نشوف الان objective رقم 2. objective رقم 2 بقول understand the development of standards related to acquisition accounting over time. يعني بده يعطينا تطور المعايير المتعلقة بالمعالجات المحاسبية اللي خاصة بالاستحواذ over time يعني خلال فترة من الزمن. فهنا هذه كأنه في نظرة تاريخية. In the past there were methods of accounting for business combination. كان في عنا طريقتين، طبعا هو بتكلم عن development and accounting for business combination، المعالجات، تطور المعالجات المحاسبية فيما يتعلق باندماج الأعمال. فبقول in the past there were two methods، في عنا طريقتين of accounting for business combination. الطريقة الأولى اسمها purchase method، طريقة الشراء، والطريقة الثانية اسمها pooling of interest اللي هي طريقة الملكية. تمام. طبعا في major changes حصلت خلال الحقبة اللي فاتت، انه في FASB eliminated the pooling of interest، وقف التعامل مع البولينج، فهذا الطريقة صارت مش مقبولة، يكاد يكون من 2003 أظن مش مسموح استخدام البولينج اوف انترست. الحاجه الثانيه فاز بشو طلع اكاونتنج ستاندرد كود رقم 805 اللي ذات ريبليس ذا بيرشيس ميثود وذ ذا اكويزيشن ميثود which is now the only acceptable method of accounting for business combination. مع البيرشيس ميثود هي يعني كانت الخطوه الاولى، صار عليها شويه amendments وسموها بحاجة اسمها acquisition method. فهي فعليا هي الـ purchase method هي نفسها الـ acquisition مع شوية amendment. طبعا هذه هي عبارة عن which is now the only acceptable method، هي الطريقة المسموحة فقط استخدامها في موضوع الـ business combination. بالنسبة للـ pooling of interest اللي هي يعني طريقة الملكية، قال no longer allowed، مش مسموح استخدامها. The book values of combining companies were carried forward to the combined company and no revaluation to fair value were made. يعني حسب الطريقة هذه كانت انه احنا بناخد البوك فاليو of the combining company، البوك فاليو للأصول والالتزامات بتاعت الشركتين were carried forward، تستخدم بعد كده to the combined company، الشركة الموحدة، وما كانش بينعمل في valuation to fair value were made. طبعا المشكلة هذه يمكن ليش أوقف الفاز باستخدام ال pooling of interest، لأنه القيم بتروح في الشركة اللي هي الموحدة، كنا بناخد القيم الدفترية، فكانت بعد كده مجالس إدارات الشركات
يبيعوا بعض الأصول بالقيمة السوقية فبينتج عنها أرباح، فبيظهر أداء الشركة إنها بتعمل أرباح، بس هذا الأرباح كان سببه مش أداء الشركة الجيد، ولكن كان نتيجة إنه محسوب علينا أرض ب10,000، رحنا بعناها ب100,000، فإحنا ربحنا فيها 90,000. هذا الربح ملوش علاقة بالتشغيل، ولكن هذا نتيجة فرق تقويم الأصول. عشان كده ما كانوش بيعملوا no revaluation to fair value were made بموجب الطريقة هذه، كانوا هم بيعتبروا حالهم conservative يعني متحفظين، بياخدوا ايش البوك فاليو، وبالتالي فيش عندنا اوفر ستيتنج للاسس. هو فعليا هم قدموهم على طبق من فضة، قدموا اصول مقاومة بالبوك فاليو، الادارات باعت الاصول هذه وما اشتغلت في النشاط الاساسي للشركات وعملت ارباح. عشان كده تم الوقف استخدام البولينج اوف انترست. الحاجة الثانية did not result in write-ups or goodwill that might burden future earnings with additional depreciation or write-offs. طبعا برضو هذه الطريقة لأنه ما كناش منقيم بالفير فاليو، ما كناش تظهر عندي بعض الأصول مقاومة بأعلى write-ups، ما كناش يرفع قيمتها، فأنا شاري الأرض بعشرة، ساعة الكومباينيشن ب10,000، ما كنتش أقيمها ب100,000، فكانت ما فيش إمكانية do not results in write-ups، ولا كان يظهر حتى عندي جودويل بموجب الطريقه هذه. طبعا هذول التنين الرايت ابس في الاصول او يسموه التانجبل اسيتس والجودويل، لو ظهروا هذول بيترتب عليهم في اديشنال ديبريشيشن، لانه الاصل هذا فرضا بتكلم على بيلدينج كان مقوم ب 10 صار ب 100,000، لما انا كنت ماخذه ب 10 وفق الطريقه هذه معناته انا بعمل استهلاك على 10، بس لو اخذنا بالفير فاليو وعملنا رايت اب للاسيت هذا يبقى معناتها في عندي اديشنال ديبريشيشن. الحاجه الثانيه انه الجود ويل هذه اذا صار عليها انخفاض كنت اعملها رايت اوف او بسموها امبيرمنت زي ما حنشوف لقدام. مانجر لافد البولينج اوف انترست. ليش؟ لانه بيعطي له امكانيه ليعمل ارباح مش من النشاط الاساسي، لا في اديشنال ديبريشيشن ولا في امبيرمنت ورايت اوفز، تمام، ولا في ريفالويشن بالفير فاليو. يعني بالعربي احنا اعطيناهم امكانيه يتلاعبوا زي ما بدهم. اما الاكوزيشن ميثود اللي هي قلنا بيرشس ميثود مع شويه تعديلات خفيفه، هي عباره عن كونسيستنت وذ فاز انتنشن، بتمشي مع نيه الفاز ب تو ريموف تو موف اكاونتنج، انه يمشي باتجاه المعالجات ان جنرال مور توورد ريكوجنايزنج فير فاليو. تعرفين الفازب الان كل توجهاته نتحول من الهيستوريكال كوست للفير فاليو. طبعا التحول هذا اذا احنا استخدمنا اكوزيشن ميثود فاحنا فعليا يعني هذا بيتمشى كونسيستنت وذ ذا فازب انتنشن، بيمشي مع يعني توجهات الفازب انه احنا نمشي في المعالجات المحاسبيه نحو استخدام او ريكوجنايزنج فير فاليوز اللي هي القيم العادل. يعني قصده استخدام الطريقه هذه بصب في الهدف العام تبعه ان احنا نتحول من هيستوريكال كوست لمين؟ للفير فاليو. The acquirer values the acquired company based on، بموجب هذه الطريقه طبعا هذا تفسير للجمله اللي فاتت، انه الشركه المستحوذه بتقيم values يعني بتقيم the acquired companies الشركه المستحوذ عليها based on the fair value of the consideration، بناء على القيمة العادلة للمقابل المعطى. ايش المقابل المعطى؟ يعني احنا قديش اعطينا بالقيمة السوقية؟ يعني احنا شرينا فرضا يعني خلينا نتكلم اسهم عشان يكون مثالي واضح. انا شريت شركة اعطيتهم مش فلوسي، اعطيتهم اسهم عندي. فالاسهم تبعتي عندي بموجب البولينج اوف انترست كنت اسعرهم بالبوك فاليو. بس بموجب الاكوزيشن ميثود قديش سعر سهمي في السوق بالفير فاليو؟ بناء عليها بقيم قيمه الشركه اللي شريتها، يعني ما بقيمها على البوك فاليو تبعت السهم تبعي ولكن على الفير فاليو. هي المقصود كلمه consideration given، يعني اللي هي المقابل اللي تم اعطائه in the combination and the fair value of any non-controlling interest، وايضا القيمه هذه يمكن لقدام حتوضح اكثر، برضه القيمه العادله لـ any non-controlling interest not acquired by the acquirer. يمكن هذا التعديل اللي اجى على البيرشيس ميثود، انه احنا كنا زمان في البيرشيس ميثود كنا نستخدم الفير فاليو بس لحصتنا في الشركه. فاذا احنا مثلا مالكين 80% فنقيم ال 80% من اصول الشركه بناء على الفير فاليو، ملناش علاقه بالنان كنترولنج اللي هي الجزئيه من الاصول اللي مش مملوكه النا. لكن حسب التعديل اللي اجى على الاكوزيشن ميثود صار مطلوب منا نقيم اصول الشركه المستحوذ عليها سواء الحصه بتاعتنا بالفير فاليو
and the fair value of any non-controlling. واي ملكيه يعني non-controlling قلنا عنها minority، بيقولوا عنها مرات minority interest بيسموها حقوق الاقليه. طبعا هي non-controlling interest اللي هي الحقوق الغير مسيطره، اللي هي حقوق الاشخاص او الجهات او الشركات اللي هي اقل من 50%. يمكن هذا كويز يعني نسيبه انتم تشوفوه. طيب انا وصلنا للليرنج اوبجيكتيف رقم 3 في الشابتر 1، عنوانه بيقول كالاتي: Make calculations and prepare journal entries for the creation of a business entity. يعني ايش هي؟ نعمل عمليات حسابيه ونعد القيود المحاسبيه ل يعني تاسيس creation تاسيس of a business entity. كانه هنا ما بنتكلمش على acquisition الاستحواذ، ولكن بنتكلم على تكوين. فهنشوف مع بعض. الآن خلنا نتكلم على الحالة الأولى accounting for internal expansion، وهذا اللي يمكن بيركز عليه learning objective هذا accounting for internal expansion اللي هو المعالجة المحاسبية للتوسع الداخلي. وقلنا التوسع الداخلي تنسوش إنه في عندي أنا فرع، في عندي خط إنتاجي، في عندي قسم. هذا القسم بدي أفصله عن الشركة، بدي أفصله. أنا بعمل creating لنيو بزنس، أنا بعمل creating لبزنس entity، تمام؟ فهو اصلا كان جزء مني ولكن فصلته. وقلنا ليش انا فصلته؟ ممكن انا بدي اقيم اداؤه اكثر لما يكون لحاله افضل، ممكن يعني يعمل ارباح بصوره يعني افضل، وبالتالي انا يعني حابب افصله واكون شركه فيه. يبقى هنا ذا ترانسفيرنج كومباني اللي هي الشركه المحوله، محوله قصده للاصول، كرييتس سبسيدري ذات ات اونز اند كنترولز. تنسوش انه هذه اصولي والتزاماتي، وانا فصلتها اللي هو الخط الانتاجي او القسم او الفرع، فصلته في شركه واسست في هذه الاصول والالتزامات، اسست شركه. لكن الشركه تنسوش هذه اصلا مملوكه الي، ذات ات اونز، الشركه اللي يعني فصلته او حولتهم الاصول، اونز اند كنترولز، هي بتتحكم بتملكه بتتحكم فيها الشركه هذه. The company transfers assets liability to an entity، بتحول الالتزامات والاصول to an entity that the company has created. تكون الشركه سجلته في الشركات وحددت قيمه راس مال الشركه في طبعا حسب الاستيت لو، و the company has created and controls and in which it holds majority. في الغالب بتكون كلها مملوكه، وفي بعض الشركات ايش بتعمل؟ بتبيع جزء من الاسهم تحت الشركه هذه الصغيره اللي هي كونتها او فصلتها عنها، بتبيعها للجمهور. فلكن لازم يكون في الغالب او يعني في غالب الاحوال بتكون انه الشركه تاعتنا اللي هي كونت الشركه هذه holds majority ownership، في لها ملكيه سيطره. The company transfers assets to the created entity at book value، بتحولها على البوك فاليو. خدوا بالكم مش بالفير فاليو، بتحولها بالبوك. ما هو انتم مش عارفين ليش، لان هي اصلا انا ما شريتها ولا دفعت فيها فلوس. لو دفعت فيها فلوس ساعتها بدي اقيم القيمه السوقيه، بس انا هذه هي اصلا مسجله دفاتري الارض او المبنى ب 10,000، فصلته في سجلات لحالها في شركه لحالها، فبنتقل من عندي لعند الشركه هذه بالقيمه الدفتريه تبعته، تمام؟ وذا كومبت ترانسفيرز اسيتس اند لايبيليتيز تو ذا كرييتد انتيتي ات بوك فاليو اند ذا ترانسفيرنج كومباني ريكوجنايزز an ownership interest in the newly created entity equal to the book value of the net assets transfer. طبعا ما زال حولناها بالبوك فاليو، معناتها الايكويتي او النت اسيتس اللي هم بيساووا بعض، هذه النت اسيتس قصده الايكويتي اللي هو الفرق بين الاسيتس واللايبيلتيز. فالفرق بين الاسيتس واللايبيلتيز، لاحظوا الاسيتس مقاومه بالبوك فاليو واللايبيلتيز مقاومه بالبوك فاليو، فشيء طبيعي انه بتكون ملكية الشركة في الـ newly created entity، الشركة اللي هي الـ parent إذا بدكم تسموها، ملكيتها equal to the book value of the net assets transfer، اللي هي صافي القيمة، صافي قيمة الأصول، أو زي ما قلنا هذه الـ net assets بتساوي الـ equity، بالقيمة الدفترية، طبعًا لأنه إحنا حولناهم مش بالقيمة السوقية العادلة ولكن بالقيمة الدفترية، فشيء طبيعي ملكيتها. طبعًا هذا بيتمشى نظريًا، نظريًا بيتمشى مع الـ pooling of interest. بس خدوا بالكم انا ما دفعت فلوس، انا بس فصلت الاصول والالتزامات واسست الشركه هذه من خلال قانون الولايه او مسجل الشركات، وعملت الشركه هذه
ومرات ممكن أطرح أسهم في إشي أنا أسهم أنا بمتلكها بالكامل، وفي إشي ممكن أطرح جزء من أسهم للجمهور اللي بحب يساهم معايا. If assets are impaired، لو حصل إنه أحد الأصول تآكل تناقص at the time of the transfer، في لحظة التحويل تحويل الأصول للشركة اللي هي created entity، the transferring company الشركة اللي بتحول should recognize an impairment loss and transfer the asset to the new entity at the lower fair value. ركزوا معي، أنا شاري في عندي مبنى في دفاتر البيرنت ب100,000، لما جينا نحوله للcreated new company اللي أنا كونت الشركة، لما جيت أحوله لقيت المبنى هذا ال100,000 صار 80,000، لأن ال80,000 بنفعش الشركة المحولة إلا هي تعترف بالخسارة، لا هي الشركة بتستلمه بقيمته السوقية العادلة، قيمة السوقية العادلة. طب ليش إحنا بنحكي كده على القيمة السوقية؟ هو قيمة دفترية برضه، لأنه المفروض الشركة الأم تخفض القيمة الدفترية إلى القيمة الدفترية أكثر تحفظا اللي هي إذا بدكم الفير فاليو، لأنه زي ما قلنا إذا في انخفاض على الأصل الشركة المحولة هي بتعترف بالخسارة، لكن بالنسبة لي الشركة المحولة إلها اللي هي إذا بدكم السبسيدري أو النيو كريتد كمباني هذه بتاخذ الأصل حسب قيمته في دفاتر الشركة، فدفاتر الشركة نزلته من 100 إلى 80. Subsidiary records all assets liabilities received in the transfer at the book value at the time of transfer. طبعا هذا فيش عليه كلام لأنه هي بتسجل الأصول زي ما استلمتها بالبوك فاليو. يمكن هنا في illustration أظن. An illustration of a created entity. Assume that a lien company creates a subsidiary اسمها Blaine Company and transfers the following assets to Blaine in exchange for 100 shares of par common stock. يعني حولتها مقابل 100,000 شير ب par value عبارة عن 2 دولار common stock. طبعا هذه عبارة عن الأصول المحولة لو خدتوا بالكم، هذه بالكوست هذه البوك فاليو، زي ما اتفقنا احنا بناخد دائما مين؟ بناخد البوك فاليو. طبعا القيد تبعنا بيكون كالآتي، الشركة اللي هي يعني أخذت الشيء لنيو كريتد كومباني، طبعا الين ريكورد ذا ترانسفير هدف دفاتر الشركة المحولة، وذا فولوينج انتري ايش بتسجل؟ بتفتح حساب اسمه انفستمنت ان بلين كومباني كومن ستوك. هذا الحساب بيمثل صافي قيمه النت اسيتس في الكريتد كومباني، انفستمنتس ان بلين كومباني كومن ستوك. يعني هذه حصتنا في اسهم الشركه اللي احنا كوناها بانفصالها عنا. طبعا هذول عباره عن الاسيتس واللايبيليتيز بتاعت الشركه الجديده اللي انا حولتهم، يعني انا حولت لهم كاش هذا المبلغ وانفنتوري هذا المبلغ واللاند هذا المبلغ والبيلدينج والاكويبمنت، تمام، وسكرت طبعا اكيوميليتد ديبريشيشن تبع المباني والاكويبمنت. طبعا الفرق بين الاسيتس واللايبيليتيز اللي هم اثنين هذول فيش عندي بيبلز شكله، الفرق بين الاسيتس واللايبيليتي هذول زي ما بتسموهم بيكون هو عباره عن قيمه النت انفستمنتس او نت اسيتس في بلين كومباني. ما تنسوش بلين هي السبسيدري والين هي عباره عن البيرنت كومباني، فاحنا طلعناهم هذول دائنين، طلعناهم الدفاتر وخفضنا قيمه الاكيوميليتد ديبريشيشن بقيمه الاصول المحوله لشركه بلين، وفتحنا حساب واحد، هذا الحساب بيمثل حصتنا او ملكيتنا في بلين كومباني. الان هنا بلين كومباني هذا كان دفاتر الشركه المحوله اللي هي الين كومباني. الان بلين كومباني هذه الشركه المحوله اللي ريكوردز ذا ترانسفير اوف اسيتس اند ايشوانس اوف ستوك، تثبت الاصول واصدار اسهم. ايش يعني اصدار اسهم؟ مش هم استلموا اصول مقابل اصول، هذا اللي بدهم ايش؟ يقدموا قيمتهم. ما هي قيمتهم؟ يا اما كاش يا اما بدهم يدفعوا اسهم، يقدموا لنا اسهم، فاحنا حناخذ اسهم، بس كنا الاسهم حناخذها منهم بالايش؟ بالبوك فاليو اوف ذا اسيتس، بالقيمه الدفتريه. لو اخذتوا بالكم هنا هذه عباره عن الاصول اللي دخلت على بلين اللي هي السبسيدري، وهذا حسابات تاعت الاكيوميليتد ديبريشيشن لهذولا، وبعدين احنا لو شفتوا الفرق بينهم نت اسيتس بيطلع مبلغ اكبر من قيمه الاصول. احنا بناخذ البار فاليو 2 دولار اعطانيها في السؤال، ما زاد عنها بنحطه في حاجه اسمها
additional paid-in capital. طبعا هذا أخذناه في متوسطة إذا بتتذكروا، أعتقد واحد أو اثنين. تمام؟ يبقى هذا بنحط في الكومن ستوك البار فاليو، والمبلغ اللي بالزيادة عن البار فاليو بروح على حاجة اسمها additional paid in capital، أو زي ما أنتم عارفين in excess of par. هذا بروح الفرق ما زاد عن 2 دولار. وهذا الكويز طبعا بقول في الكويز هذا when a parent company creates subsidiary through internal expansion the parents journal entry to transfer assets to the newly created entity will include a debit to. طبعا هيشمل، اكيد هيشمل investments in sub. investments in sub اللي هو الحساب اللي شفناه هذا، لو اخذتوا بالكم هذا investments in plan هي subsidiary، تاخذوا بالكم. تمام هيك ان شاء الله.